سعود انتقل لحضرتك. يعني حضرتك في نقطة مهمة جدا، احنا كله حاجات دي خدنا عليها موافقات، احنا جايين في نص السنة المالية مش في بداية السنة المالية، عشان حاجتنا دي تدرج في الموازنة، ان شاء الله في الموازنة الجديدة حاجات كتير من اللي احنا جبنا موافقاتها هتدرج ضمن الميزانية، وان شاء الله الناس تحس بأثر سريع. وزي ما قال إيهاب بيه وعمر بيه، تطوير مركز شباب الشرابية، تطوير كامل في انشاء ملعب مفتوح في مدينة النور، وده ان شاء الله برضو خدنا عليه موافقة مهندس خالد عبد العزيز، الراجل مشكورة متعاون، بس كل ده يبقى في الموازنة الجديدة. طيب موضوع يمكن الناس اتكلمت معانا فيه، موضوع التكاتك وغياب الرقابة عليها، وان في ساعات سائقيها يكونوا بيتعاطوا المخدرات، ده ممكن تصرفوا فيه ازاي؟ ممكن نحط له اليات وضوابط ازاي؟ ما هو تعاطي المخدرات يعني انت مش هتحصريها فئة سواقين التكاتك، لا هي لو هتبقى ظاهرة يعني، لو هي مش منتشر قوي في جميع فئات الشعب، ولكن الرقابة احنا طلبنا كتير. ما هو دلوقتي مين اللي سمح بدخول التكاتك؟ هما دلوقتي بيقولوا عايزين نمنعها، طب نمنعها ليه؟ طب انتوا سمحتوا بدخولها سواء كانت مجمعة وبعدين حبوا يقفلوها شوية، قالوا تخش كقطع غيار، والظاهرة لو جدتها الحكومة طيب ما نقننها، ايه المشكلة ان احنا نقننها يعني من رخصة السواقة من 18 سنة نخليها من 16 سنة. طب انا اقول لحضرتك على حاجه، ان فئة موضوع التكاتك حدث شويه من ظواهر البلطجه، و ان هو بيلاقي حاجه يشتغلها، يعني بيلاقي حاجه يشتغلها، واحنا مش عايزين الالوف دلوقتي اللي شغالين على التكاتك، يعني الدوله ما فيش مصدر عام. طب الناس يعني هنقطع رقبتها؟ لما نقننها محافظه الجيزه ومحافظه القليوبيه قننت الموضوع، يبقى له نمره ارتكب مخالفه نعرف نجيبه. النهارده لو واحد عمل مخالفه وهو سايق توك توك هتجيبيه ازاي من نص مئات الالوف؟ ما نقنن الموضوع، احنا ليه ما بنشغلش دماغنا؟ ليه المسؤولين ما بتتعبش نفسها شويه؟ ممكن نخلي الرخصه من 16 سنه، ممكن نخلي الترخيص من الاحياء، يعني هي ضوابط او اليات ليها، يعني احنا مش لازم لما تقابلنا مشكله نقفل الباب، زي ما قلت لحضرتك مشكله انفلونزا الطيور انفلونزا الخنزير اقفل الباب خالص، ليه؟ لا في حلول.